يو واش الدراري كيدير؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم في جيب جيمنج، وكيف لا نرجع لكم بالفيديو. المهم الخوت، صبرت صراحة، حتى عييت وكنشوف الظلم بين عينيا، وكنشوف انكم منيه بزاف الدراري. كنشوف يوتيوبر كيجركم لعندو غير بواحد الطريقة اللي بسيطة، ولكن في هذا الفيديو غادي نفتح انا كل شيء واللي كاين. غادي نقولها هذا الفيديو ما كتبت ليه ما والو، جيت نيشان جبتي في الوالده وجبت الريكورد وغادي الريكورد عليكم. المهم الدراري نبداو. اول حاجه انا ماشي غادي نجمع كاع اليوتيوبر، غادي نقول لكم كلهم مصابين، لا بسيكو هو الوحيد اللي ما غاش نهضر عليه، لانه بسيكو ما عمري شفت عليه شي حاجه من هادشي اللي غادي نقول انا دابا. وصراحه واحد الدري اللي ظريف بزاف، شنو غادي ندير عليه شي فيديو ديالو بوحدو غادي نهضر عليه. واليوتيوبر الاخرين نقدر نهضر على النص منهم، فهمتوني؟ ماشي غادي نهضر على كل شيء الدراري. المهم نبداو باول حاجه. اول حاجه الدراري غادي نهضروا على ستريمر، وغادي نهضروا على الفيديوهات في يوتيوب. جوج الحوايج غادي نهضروا عليهم. المهم نبداو باول حاجه، غادي نبداو باول حاجه اللي هي ستريم. كاين اللي كيطلق ستريم في نونو لايف، وكاين اللي كيطلق ستريم في نيمو تيفي. حنا نهضروا عليهم بجوج، غادي نشاركوهم بجوج في هذه الكلمه اللي غادي نقول. اول حاجه كيقول لك شوف، راه الا ما درتيش فولو راه ما كيطلعش ليا الاي دي ديالك. كيكون داير لكم مسابقه على شحن بالاي دي، كيبقى يقول لكم طابلو الاي ديات. شوف الدراري ما غاديش نسمي حتى شي واحد باش نكون واقعيين، كيبقى لكم طابلو الاي ديات. كيقول لك راه الميديا فولو راه ما كيبانش ليا الكومونتير ديالو. اول حاجه هادي راه هي الكذبه باش نكون واقعيين، لانه سير عند اي شي، دخل هي النونو لايف الصفحه الرئيسيه، غادي يطلعوا لك شي وحدين طالقين ستريم، دخل عندهم ياك وكتب كومونتير وشوف الا جاوبك عليه. انت ما تكونش داير ليه فولو، شوف الا جاوبك عليه عارف بان هادو راه غير كذاب. باش نكونوا واقعيين هادشي راه يركدو. وبدو بتاني حاجه، تاني حاجه هو اللي كيقول لك شوف راه لي طابيتو الاي دي راه كنشحن المتابعين، طابيو يلاه طابيو. نتوما كتقول كطابيو نيات نتوما، وفي الاخر كيقول لكم كيبيسد السريم، كيقول لكم المهم راه سيت 10 الاي ديات راه غادي نشوبي لكم. انا ماشي غادي نقول ماشي كلشي كيشوب، ماشي كلشي ما كيشوبيش، هي كاين اللي كيشوبي لكم وكاين اللي كيكذب عليكم، كيقضيو عليكم طابيو باش هو يطلع ليه داك ستريم، يطلع ليه شي 20,000 مشاهده. وندوزو لتاني حاجه اللي هي قضيه بيع الكودات. بيع الكودات راه كاينه، وهي البارح شفت واحد خونا له ستوريات قال لهم اللي بغى يشري كود ب 100 درهم. انا غادي نبين لكم التصاور يعني السكرينات، ولكن ما عرفتش نبين السميه ديالو احتراما ليه. قال لكم 100 درهم دراري، وات ذا فاك، واش كودا واش عايش؟ يقول لي فين ناري، ما عرفتش، لا حول ولا قوه الا بالله دراري. 100 درهم صاحبي، 100 درهم راه نعطي لك غير انا غير ما تبيعش داك الكود صاحبي. واو صاحبي كدير تاتي بحال ما عندكش. كاين اللي غادي يقول لي شرف، علاش كتقول لي بحال هكا؟ لانه اخويا راه اويليك، واش كود 100 درهم كود راه كيربحو غير فابور من عند ستريمر طلق لايف. هادي باش نكونوا واقعيين عليها، هما كيبيع، ماشي غادي نقول انا ماشي كلشي كيبيع الكودات، وكاين اللي كيعطي، هو كاين اللي كيعطيكم حقكم، وكاين اللي كيبيع الكودات. انتما كيفما كتشوفوا في السطور راه صيفطوا ليه كودات ومشى بيبيعهم. يعني اش غادي نقول؟ راه حشمت الدراري نقول شي حاجه في الراي، لا حول ولا قوه الا بالله. ديال غادي نقولوا الدراري قضيه الاخرى، الدراري اللي كيقول لكم راه المطور بدر حكا ما حكا شاف عندي التفاعل في ستريم وزادني كودات، هادي راه غير كذبه. لانه المطور بدر فغادي يبغي يعطيك كودات، غادي يعطيك كودات محدوده، يعطيك 50 كود في مده، المهم ما عرفتش انا على حسب الشراكه والله ما عرفتش الدراري. انا المهم غادي نعطيكم غير ميتا، كيعطيكم 50 كود في السيمانه. لنفترض هو امتى غادي يزيد كودات؟ الى تقاداو ليك نتايا وكنتي طالق ستريم، غادي تمشي غادي تقول له عافاك راه بغيت نفوج ستريم، بغيت نزاهم مع الدراري، عافاك زيدني كودات. هادي انا نفترض. اما باش تجي تقول لي المطور بدر وشاف عندك التفاعل وزاد كودات، راه لا يمكن ولا يمكن. والقضيه الاخرى الدراري هو انه المطور بدرو راه كيخيرك بين جوج الاختيارات. هادي كان قال لي نيت واحد اليوتيوبر دخل شراكه نيت، كان قال لي كيخيرك ما بين الدياموند وما بين الروماد، قال لك جوج الحوايج. انا نشرح لكم انا البلان، ملي كيعطيك مثلا اختارت انت بغيتي الروماد على الدياموند، في كتاخذ انت الروماد كدير عليهم مسابقه من جيبك، كتخلص الدياموند من جيبك، فهمتوني؟ ولا بغيتي الدياموند كتبقى، المهم كيبقاو يقدوا لك الدراري روم، كيبقاو يطبوا لك في ستريم، كيقول لك هو الاي دي وهو الكود، فهمتوني؟ ولا ربحك كتصيفط لك هادو، فهمتوا البلان كيفاش؟ كيخيروك بين جوج الحوايج.
فري فاير كانت عندك الشراكة، كانت عندها قيمة، وكانت رقصة القراصنة حتى هي عندها قيمة. هاد الجوج صافي ما بقوتش عندهم قيمة، ما صافي بحال تقول كلشي دخل داكشي ولا بحال الزحام، فهمتوني؟ لانه الدراري كنشوف بين عيني ان يوتيوبر اللي ما فاهم والو فري فاير، ما غاش نسمي انا وما ما عرفتش واش شي جوج ولا ثلاثه ما فاهمين والو فري فاير او داخل الشراكه حتى كيداروا ليها، واه يقولوا لي الدراري يفهموني كيداروا ليها الدراري. اتشيروا تحت لكم بعض الامور، وشكرا بزاف لكم من الفيديو اللي هنا، كان معكم بجاه ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو، ايوا الرقصه اي طا، يلا تهلاو الدراري، بيكس عليكم.